مشاهدينا، 20 امرأة من 4 دول حيتلقوا لمدة 13 يوم فري تريننج او تمرين بشكل مجاني، وراح يتم يعني مراقبتهم ومساعدتهم خلال 6 أشهر. مشروع كبير رح نحكي عنه تحت عنوان Arab Women Entrepreneurship Program، وضيوفنا لليوم ليخبرونا أكثر تفاصيل حول هالموضوع وحول ليش اختاروا النساء ليكونوا هن موضوع برنامجهم لهالسنة، السنة الأولى اللي على ما يبدو رح تكون عادي سنوية. ضيوفنا هن أليسون جراب، وهي Regional Coordinator of the Arab Women Entrepreneurship Program و Program Manager لسيسكو Entrepreneur Institute. أيضا ضيفنا جاد داغر، وهو صاحب ومؤسس شركة Expand اللي هي Consulting و financial planning، واللي حيكون مهتم بهالبروجرام بالذات بإعطاء الكورسز، ويعني حناخد تفاصيل أكثر عن شغله كمان حول البرنامج والمانيوال. Hello Alison, good morning. Hi, again, nice to see you again. Yes. جاد صباح الخير، أهلا وسهلا. رح نبدأ إذا بتسمح مع Alison. Sure. Alison, so this program, the Arab Women Entrepreneurship Program, is a program from Amedeast and City Foundation. Yes. What is it about exactly? It is a program that aims to help underserved women, so women who normally cannot afford training or don't have access to training, to start or grow a recently launched business. Mm-hmm. Amedeast is a private NGO that's been in the region for 60 years now, and we focus on expanding educational opportunities, strengthening the capacities of institutions, and as well help private individuals access training to improve language skills and professional development. Mm-hmm. And the City Foundation spends its donations in areas in the countries where they're active, which is 10 countries in the Arab region, also to help improve living conditions and economic empowerment of individuals through educational programs focused on micro-enterprise, microfinance, small and growing businesses, financial planning and asset building. Mm-hmm. So this is a partnership that came together a little over a year ago. And we're very much looking forward to this program. عم تقول لك أن أليسون أنه بكل بساطة أميديست اللي هي جمعية غير حكومية واللي بتهتم بتقوية الفرد داخل المجتمع، اختارت النساء هالمرة، وخاصة النساء اللي عم بلشوا بأعمال جديدة لتعطيهم هالفرصة. وهلا هذا الشيء عم بيصير بالتعاون أو المشاركة مع سيتي فاونديشن اللي هي كمان بتحاول بمنطقة الشرق الأوسط ايضا تساعد، يعني كان من الناحيه الثقافيه او من الناحيه العمليه الفرد العربي. بدي اخذ تفاصيل اكثر عن الانتربرينورشيب بروجرام اللي عم بيصير. جاد، كيف بيتم الاشتراك؟ كيف بيتم اختيار السيدات؟ حتختاروا 20 سيده من 4 دول، ما هي هالاربع دول اولا؟ الدول اللي حتكون لبنان، المغرب، الامارات، و هلا بنرجع بنتذكر كيف بيتم اختيارهم السيدات؟ رح يتم اختيارهم على كرايتيريا معينه. رح يكون في لجنه باخر اسبوع، يعني بتقريبا 19 ديسمبر 19 كانون الاول. وهاللجنه رح تكون مؤلفه من كذا شخص، بيختار هالسيدات بيزد على كرايتيريا تكون نشوف قديش عندهم بوتنشل تقدروا يكونوا موجودين بالبروجرام. هلا هالكرايتيريا ممكن تكون على الفكره اللي عندهم اياها، ممكن تكون على قديش عندهم فرص عمل ممكن يخلقوها من وراء المشاريع تبعهم، ممكن تكون كمان على المناطق اللي هن موجودين فيها. سو في كذا كرايتيريا رح نشتغل عليها ومنها بننطلق. بس هن بيكون ما عندهم، يعني بيكون عندهم افكار بعد ما بلشوا باعمال كبزنس، ممكن يعني ممكن يكون حدا بده يبلش او حدا مبلش بمشروع صغير بس بده يعرف كيف بده يكبر كمان. Alison, normally business is related to man, not women. Why did you choose, why did the Amedeast and City Foundation choose women this time? Because in the Arab world, I mean it's a regional program, and in the Arab world, women face greater challenges accessing financing, the market, markets and training, yet they're the ones who employ most women. Uh-huh. So it's to empower them to make sure that they launch successful businesses and to create jobs for more women. لكن عم سألها ليش تم اختيار النساء لهالبرنامج، بتقول انه هن بحاجة بالعالم العربي، بيواجهوا تحديات اكثر، مع انه هن كتار اللي بيشتغلوا وكمان بيوصفوا نساء، فهن بحاجة اكثر لمساعدة من خلال التمويل، التسويق، وحتى يعني كي يكون في متابعة لهم. The chosen, the 20 chosen women will be mentored by the City Bank
mentors for 6 months? Yes, the City Foundation has actually a global in-house mentorship program, so they'll have access both to local city mentors and to the Global Women's Diversity Network, it's called, and we'll facilitate online mentorship as well. Mm-hmm. And we'll meet every so often after the program finishes to make sure that we support them in the different areas where they need help, and also for them to kind of share the challenges they're facing and the successes as well. لكن عم تقول إنه City Foundation كمان لح تكون يعني عم تساعدهم خلال 6 أشهر بعد التريننج لحتى تشوف وين صاروا كيف عم يتقدموا بالعمل ويتشاركوا كمان بالمشاكل أو كيف تخطوا الصعوبات اللي بترافقهم. جاد رح تكون مسؤولة عن الكورسز اللي حتنعطى، شو حتكون هالكورسز؟ يعني هيك بشكل عام. أول شيء بس تذكرت الكويت هي لكن الكويت، المغرب، الإمارات ولبنان. ولبنان مزبوط. هلا بالنسبة للكورسز رح يكونوا كل شيء بيعوزوه من وقت ما يبلشوا البزنس لوقت ما يقلعوا، يعني من البزنس بلانينج، كيف يعملوا بلان للبزنس تبعهم، من أي ليجل ستراكشر لازم تكون، كيف بدهم ينظموا السيلز والكاستمر سيرفيس اللي هن البيع والاهتمام بالزباين، كيف بدهم ينظموا الاوبريشن تبعهم، الفاينانشال ايشوز، كيف يعملوا الحسابات تبعهم وينظموا الاكونتنج، الكاش فلو، يعني كل شيء ممكن يعوزوه فروم اي تو زي مع الاتش ار ايشوز، يعني كيف يعملوا ريكروتمنت، كيف يقووا موظفينهم، كل هالمواضيع. هيدا على 13 يوم رح ياخذوا هيدا التريننج اللي هو فري تريننج. مزبوط، حيكون فري تريننج 13 يوم، ببلش بجانيوري 19. وبيكون كل ثلاثة أربع خميس. Hello, Alison, this is the first year you do the Arab Women Entrepreneurship Program. Yes, this is a brand new initiative, but we are hoping to implement it on an annual basis. Annual basis. Yes. Well, I wish you all the luck. Thank you, Alison. Thank you very much. شكرا لك جات من لك توفيق. لكن Alison بجواب الأخير بتقول إنه Arab Women Entrepreneurship Program هو بسنته الأولى، إنما يعني بيطمحوا كثير انه يكون كمان حدث سنوي لمساعده هالنساء بالعالم العربي. بعد البريك رح نكمل، خليكم معنا.